ونحييكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة مشاهدينا للتطورات في السودان. ما يحدث في السودان لن يبقى داخل حدوده فقط. سباعية إفريقية قد تتأثر بتفاقم النزاع أكثر. فخروج دوي الانفجارات وقتال الشوارع عن مساحة 1,880,000 كيلومتر مربع ليس مستبعدا. جولة أولى من حرب أهلية قد تمتد إلى 7 دول يتشارك السودان حدودا ملتهبة معها بالاستناد إلى عاملين: مدى استمرارية النزاع، والعامل الثاني نتيجة هذا النزاع. ساعة إخبارية جديدة من تغطيتنا للأحداث في السودان، نحييكم. حقائب موضبة وسرر محمولة على الرأس، أحد مخاوف السباعية المحيطة بالسودان وليس أكبرها. كوابيس تتسرب عبر السدود وأنابيب المياه وتتململ بعتاد حركات مسلحة عبر الحدود التي باتت بيئة أكثر خصوبة للتمرد. أجرس الإنذار التي تدق إقليمياً ودولياً لا تنحصر بكون السودان ثالث أكبر دولة في أفريقيا، بل لأنه يمتد عبر منطقة حيوية جيوسياسياً غير مستقرة وهشة ببعض أجزائها. مصر المتعطشة للمياه أكثر دولة عربية اكتظاظاً بالسكان، وتتشارك مع السودان تاريخاً من السياسة والتجارة والثقافة ومياه النيل، فضلاً عن علاقات وثيقة بالجيش وأكثر من 4 ملايين سوداني على أراضيها. وأي اضطراب بالعمق الاستراتيجي لمصر من شأنه عرقلة الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة. التهديد المائي ليس فقط ما تشكله إثيوبيا بطموحاتها الكهرومائية، فالمناوشات على الحدود غير منقطعة أصلاً، وقد يتسبب النزاع بعودة التوتر بمنطقة الفجقة، الخصبة الحدودية المتنازع عليها. تشاد الجارة الغربية الفقيرة تحتضن بالأصل نحو 400,000 نازح سوداني جراء صراعات سابقة، أضيف إليهم أكثر من 20,000 مؤخراً. القلق التشادي نابع من مخاوف امتداد الأزمة لمناطق استقبلت اللاجئين ومعظمهم من دارفور. فتاريخ تشاد طويل مع ميليشيات الجنجويد التي شكلت نواة قوة حمتي. قلق مشابه يتكون غرباً، مرتزقة ومسلحو ميليشيات سودانيون عادوا إلى بلادهم بعد لعب دور نشط في الصراع الليبي. هؤلاء على معرفة جيدة بالساحة الليبية، ومطاردتهم داخلياً قد ترميهم على الحدود مجدداً. أما جنوب السودان الدولة التي استقلت حديثاً، فمخاوفها تتمثل ببدء عرقلة الروابط اللوجستية لتصريف إنتاجها النفطي البالغ 170,000 برميل يومياً، عبء اقتصادي قد تزيده سوءاً عودة جماعية لأكثر من 800,000 لاجئ يستضيفهم السودان. أزمة تتشاركها مع إريتريا، ف130,000 من مواطنيها قد يضطرون لحزم أمتعتهم من جديد. Thank you.
مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى بعض العواجل التي أتت عن الخارجية الأثيوبية التي تؤكد ألا صحة للتقارير التي تتحدث عن تدخل أثيوبيا في السودان. الخارجية الأثيوبية كذلك تقول نسعى لتهدئة الأوضاع في السودان بعيدا عن التقارير الوهمية كما أسمتها، وأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي ومستعدون للوساطة إذا طلب من ذلك. الخارجية الأثيوبية كذلك تقول إنها تراقب عن كثب وضع الجالية الأثيوبية الكبيرة في السودان. مجموعة من العواجل التي سنبقى في متابعتها عن الخارجية الأثيوبية، والأكيد بأننا سنناقشها كذلك في سياق هذه النشرة، خاصة وأن البعض بدأ يتحدث عن تأثير هذه الحرب الدائرة وهذه الأزمة الدائرة في الداخل السوداني عن أو تأثير هذه الحرب على الدول المجاورة. سنبقى في متابعة هذه التطورات مع ضيفنا من القاهرة الصحفي الإريتري محمد أبو بكر المختص في الشؤون الإفريقية. سيد محمود أهلا بك معنا. سيد محمود، إلى أي مدى مخاوف البعض من أن ينسحب الوضع في السودان على الحدود وبالتالي أن يؤثر على دول الجوار، إلى أي مدى هذه القراءة دقيقة؟ مساء الخير. في الواقع التداخلات الموجودة بين إثيوبيا والسودان وكذلك بين دول جوار القرن الأفريقي عموما، هناك تداخل كبير جدا سكاني وكذلك على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي، هناك تداخلات كبيرة، كما أن هناك نزوح ونزوح مضاد بين كل الأطراف المتواجدة في هذه المنطقة سواء في إثيوبيا في إريتريا في السودان، وبالتالي الانعكاس متوقع بأي شكل من الأشكال. كذلك كما تعلمون أن حرب تيغراي الأخيرة في إثيوبيا في شمال إثيوبيا كان لها انعكاس مباشر أيضا على السودان، حيث تواجه الطرفان الإثيوبي والسوداني على الحدود في مناطق محددة متنازع عليها بين الطرفين، وهناك حقوق أو ادعاء مناقض بينهما. نعم. حول ملكية كل طرف لهذه الحدود، وبالتالي الآن أيضا اشتعال الحرب في السودان قد ينعكس على المناطق الحدودية. صحيح. حضرتك تحدثت صحيح حضرتك سيد محمود تحدثت عن تيغراي، ونحن نتحدث عن مخاوف كذلك أن يعيد التاريخ نفسه وأن تكون هناك حركات أو تحركات لمجموعات مسلحة عبر الحدود بين أثيوبيا وإريتريا، هل هذا وارد؟ بين أثيوبيا وإريتريا؟ بين السودان عفوا. نعم، بين السودان وإثيوبيا وارد جدا، خاصة كما تعلمين هناك أصلا مشكلة قائمة سواء كانت في تنازع على مناطق حدودية في منطقة فشقة، وكذلك هناك تواجد لمسلحين من بني شنقول الذين هم في الأساس تاريخيا هم سودانيون ولكن تابعون إقليميا أو جغرافيا لإثيوبيا، ولديهم حركات مسلحة يقال أو يتهم السودان بتمويلها. كذلك حركة تحرير تيغراي لديها علاقات وارتباطات بالسودان، وهناك اتهامات إثيوبية للسودان رسميا بتسليح أو بدعم هذه الحركة، فبالتالي هناك بالتأكيد سيكون لهذه الحرب السودانية الداخلية امتداد إقليمي وبالذات على المستوى الإثيوبي. كما تلاحظين أيضا أن إثيوبيا في المرة الماضية عندما بدأت ثورة ديسمبر في السودان كانت إثيوبيا هي الوسيط الرئيسي لإنهاء الأزمة بين الثوار وبين المجلس العسكري الذي كان حاكما وقتها بعد سقوط نظام البشير، ولكن تبدو إثيوبيا الآن أقل حماسا في قيادة أي مبادرة حتى الآن، وكما ذكرتي في بيان وزارة الخارجية حدد ما إذا رغبت السودان، لأن هناك مياه كثيرة جرت تحت الجسور
بعد بداية حرب تيغراي. هي تقول إن طلب مني ذلك فيمكن أن أدخل في إطار الوساطة. ولكن سيد محمود، هل اتخذت سلطات الدول المجاورة، أعلم بأن حضرتك متواجد في القاهرة ولكن الأكيد بأنك تتابع كذلك ما يصدر من بيانات رسمية سواء عن إريتريا أو إثيوبيا، هل تعتقد بأن السلطات اتخذت إجراءات مناسبة وإجراءات قادرة أن تحد من توسع هذه التطورات؟ هناك نوع من التحفز عن إعلان مواقف في هذه المنطقة، خاصة في إثيوبيا وفي إريتريا، عدا تلك الإعلانات الدبلوماسية والمطالبة بإيقاف هذه الحرب وإلى ذلك، ولكن لم يتم هناك إعلان مباشر عن مواقف واضحة. لكن التحسبات بالتأكيد موجودة، لأن هناك حدود مشتركة مشتعلة على الدوام، سواء كان في الحدود الإريترية الإثيوبية أو الحدود الإثيوبية السودانية أو الحدود المشتركة في مثلث بين ثلاث دول في مناطق أم حجر مثلا. وكذلك هذه المناطق معروفة بتواجد المسلحين فيها، سواء كان من هنا أو هناك، وبالتالي هناك تحسبات كبيرة جدا لإمكانية أن تؤثر الحرب السودانية على منطقة القرن الأفريقي ككل، خاصة فيما يتعلق بالنزوح. الآن هناك نزوح كبير جدا للسودانيين من مناطق مختلفة، وإذا استمرت هذه، ولكن هل هناك نزوح من جهة إريتريا وأثيوبيا؟ نحن في الجهة المقابلة الأمم المتحدة تحدثت عن عملية نزوح في اتجاه تشاد، ولكن هل هناك نزوح كذلك يمكن أن نتحدث عنه باتجاه أثيوبيا وإريتريا؟ حتى الآن لا أعتقد، لأن المناطق الحدودية لم تستهدف. المناطق المستهدفة الآن على خلاف الحروب السابقة هي العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن الأخرى، وبالتالي حتى الآن لم تصل الحرب أو امتدادات الحرب إلى الحدود، ولكن هناك نزوح سوداني. ولكن جغرافيا صحيح، ولكن سيد محمود جغرافيا الخرطوم قد تبدو أقرب لكسلا وللقضارف كذلك، وبالتالي أقرب لإريتريا وأثيوبيا، لماذا يختار البعض أن يلجأ إلى الجهة المقابلة إلى تشاد وقد تكون أبعد من حدود إريتريا وأثيوبيا؟ في اعتقادي هذا له علاقة بارتباطات عرقية وارتباطات ثقافية واجتماعية أيضا، لأنه كما تعلمين أن التدخل السريع أو الدعم السريع، قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، هي بالأساس مرتبطة بمنطقة دارفور المتاخمة للحدود التشادية، وهناك تداخل سكاني كبير جدا وتداخل قبلي كبير جدا. بعض النازحين يخشون من ردة فعل أو من ردود فعل وثارات أو انتقام مما حدث الآن بين الفريقين المسلحين. نعم. باعتقادي هذا أحد الأسباب. طيب، تعلم حضرتك بأنها ليست المرة الأولى، السودان له تاريخ في الأزمات وفي الحروب الأهلية وكذلك حتى في الصراعات الداخلية. عادة كيف تتعامل دول مثل إريتريا وإثيوبيا مع مثل هكذا أزمات؟ في اعتقادي في السابق كان لها أدوار كبيرة جدا ومعلنة. إريتريا كان لها دورا معروفا ومشهودا منذ عام 1994 أو 95، حيث نظمت مؤتمر القضايا المصيرية وجمعت المعارضة السودانية، حيث لم تكن الحكومة الإريترية أو النظام الإريتري والنظام السوداني على وفاق، ولذلك تم استخدام كافة الحركات والقوى السياسية السودانية التي المعارضة، وتم تأسيس تحالف فضفاض كبير للمعارضة السودانية في أسمرة سمي بمؤتمر القضايا المصيرية. ثم بعد ذلك ساهمت إريتريا بعد تحسن علاقاتها مع الخرطوم في عقد اتفاقية شرق السودان. نعم. وتم حلحلة بعض المشاكل العالقة التي كانت بين شرق السودان وبين المركز. إثيوبيا كما تعلمين هي الوسيط الرئيسي التي أنهت الأزمة بعد قيام الثورة في ديسمبر 2019، ولذلك لكلا البلدين
تأثيرا واضحا في الداخل السوداني، وكلا البلدان لديهما علاقات واسعة مع القوى السياسية السودانية، سواء كانت على هذا الطرف أو ذاك، سواء كانت قوى سياسية أو قوى مسلحة، سواء كانت الجيش النظامي أو القوات الدعم السريع حميدتي الآن. نعم، فكلا البلدان يتمتعان بعلاقات جيدة مع كل الأطراف، ولكن تعقيدات الشأن السوداني حاليا وقيام الحرب بهذا الشكل الكبير ربما منعهما من إبداء مبادرات. ولكن سيد محمود، نقطة إيجابية أن تتحدث عن علاقة إيجابية بين هذه الأطراف وأثيوبيا، يعني تقول حضرتك بأن القوات المسلحة وكذلك الدعم السريع كلاهما لها علاقات يعني حسنة جيدة مع أثيوبيا، ولكن تتحدث كذلك عن تعقيدات إضافية، مثل ماذا؟ التعقيدات الأساسية تمثلت أولا بعد قيام حرب تيجراي كما ذكرت، ربما يشعر الإثيوبيون أن السودان استغل انشغال الجيش النظامي الإثيوبي في حربه في الشمال، وبالتالي حاول استعادة الأراضي المتنازع عليها، وبالفعل نجح الجيش السوداني في استعادة جزء من الأراضي التي يدعي أنها تابعة له، وبالتالي الإثيوبيون لا زالوا يعتقدون بأن هناك ردود الفعل السودانية على اتفاقية السلام، وما ساهمت به إثيوبيا في إنهاء الأزمة لم يكن بذلك الشكل الذي توقعوه، أو يشعرون بخيبة أمل أو استغلال للوضع الداخلي الإثيوبي لاستعادة أراضي متنازع عليها، وبالتالي ليس هناك حماسا كبيرا من الجهة الرسمية الإثيوبية للتوسط في الأزمة السودانية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تعقيدات ملف سد النهضة الذي تعقد أكثر في الفترة الأخيرة بعد أن مضت إثيوبيا في اتجاه المل الثاني ثم الثالث، ودون العودة إلى دولتي المصابهما مصر والسودان اللذان كانا ينسقان سويا في هذا الملف، وبالتالي هناك جوانب إيجابية صحيح، وفي نفس الوقت هناك تحفظات كبيرة من الطرف الإثيوبي وكذلك من الطرف الإريتري. أما أسباب الطرف الإريتري في اعتقادي بأنه مع بداية الأزمة بين القوى المعارضة وخاصة القوى السودانية المدنية والمجلس العسكري أو المجلس السيادي، قدمت إريتريا بشكل رسمي بمبادرة أو مقترح حميدة للتوسط بين كل هذه الأطراف لما تتمتع به من علاقات مع كافة هذه الأطراف السياسية، لكن تلك المبادرة لم تقبل من قبل المجلس السيادي تحديدا من قبل في اعتقادي الجنرال البرهان، وبالتالي تبدو إريتريا غير مستعدة أيضا لطرح مبادرة أخرى ترفض أو لن تقبل. متحمسة. ليست متحمسة. طيب، سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. أود شكرك جزيل الشكر في الواقع على كل ما تفضلت به من معلومات وتحليل، كذلك الصحفي الإريتري محمود أبو بكر المختص في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. ونتابع دائما مع ضيفنا من جوبا نائب رئيس جبهة كفاح السودانية حذيفة محي الدين البلول. أهلا بك معنا سيد حذيفة. سيد حذيفة، منذ أيام قليلة من الآن أصدرتم بيان تحدثتم فيه ووصفتم فيه هذا الصراع، قلتم بأن المشكلة أساسا سياسية بحتة وحلها لا يمكن أن يكون إلا سياسي. طيب، لماذا تعتقد حضرتك بأن، وحضرتك لما أقول حضرتك يعني من خلالك جبهة كفاح السودانية، لماذا تعتقد حضرتك بأن هذا النزاع هو نزاع سياسي بالأساس وليس عسكري؟ طيب، في البداية تحية لكم. وحقيقة حل أي مشكلة يبدأ بالتشخيص الصحيح لهذه المشكلة ووضع الحلول الناجزة لها. أنا بفتكر أنه الصراع الحقيقي في السودان هو صراع سياسي، وأتى الصراع بين المكون العسكري أتى في الفترات الأخيرة. يعني أنا بفتكر أنه القرارات بتاعت 25 أكتوبر الجنرالين كانوا على قلب رجل واحد في إصدار هذه القرارات، ولذلك أفتكر أنه الصراع حقيقة بدأ بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري كرس للرأسين للمكون العسكري، وفي أغلب المراحل دائما يكون القائد العام هو الشخص اللي يمثل الجيش، وبما أنه قوات الدعم السريع هي جزء
من القوات المسلحة لنص القانون بتاع الدعم السريع، أنا أفتكر أنه الاتفاق الإطاري كرس لهذا الانقسام الباين. وكما شهدتم في التوقيع على الاتفاق الإطاري وقع عن القوات المسلحة القائد العام الفريق البرهان وعن القوات الدعم السريع الجنرال حميدتي. أنا أفتكر بدأت الأزمة والانقسام بدأ من توقيع على الاتفاق الإطاري. طيب، ولكن سيد حذيفة بالآخر أنه القوى المدنية عززت هذا الانقسام وعملت على استقطاب مجموعة على أخرى عسكرية وحاول تسكي روح الانقسام داخل هذه المؤسسة. وبل هذه القوى السياسية المدنية صرحت في أكثر من منبر في الفترة الأخيرة بعد في نهايات الورشة الإصلاح الأمني، صرحت بأكثر من منبر أنها سوف تبدأ لخيارات أخرى في حال عدم التوقيع على الاتفاق النهائي. وهذه الخيارات الأخرى هي دفعت بها الطرف العسكري المتحالف معها للمضي غدوا في هذه الحرب. أنا أفتكر أنه الأحزاب صحيح، ولكن سيد حذيفة اسمح لي يقول نعم سيد حذيفة صحيح، ولكن يقول بعض بأن كل هذا النقاش امتد لأشهر ولم يكن هناك اندلاع لصراع مسلح. البعض يقول بأن اليوم المفصلي كان اجتماع 6 إبريل، ما الذي يمكن يكون أن حدث في 6 إبريل في هذا الاجتماع؟ أنا أفتكر أنه الصراع هنالك كان غضن كبير جدا بين الأطراف في المشهد السياسي وغضن كبير جدا بين المكون العسكري، وهذا ما غاد إلى التوتر. أضف إلى ذلك أنه الآلية الثلاثية برأس الأمم المتحدة والآلية الرباعية أسكت روح هذا الانقسام وحاولت الانحياز لفئة قليلة من القوى السياسية غير ذات السند الشعبي وليس لها سند سياسي. وأغلب هذه القوى السياسية تكونت بعد 11 أبريل، فكيف لها أن تتحدث عن تقييم وتقويم القوات المسلحة وتدخل أياديها في هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي تأسست منذ العام 1925 وليس في كل لها أي حالات كانت هناك إجابات وإيضاحات حتى تتدخل سيد حذيفة التافر. صحيح، ولكن هو في كل الحالات كانت هناك إجابات وإيضاحات من الطرفين، وسنبقى نحن في متابعتها. أود شكرك جزيل الشكر على هذا الموقف وهذا التوضيح. حذيفة محدي البلول، نائب رئيس جبهة كفاح السودانية، كنت معنا من جوبا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، في آخر أخبار عمليات الإجلاء الجارية من السودان، الأردن أعلن عن 4 طائرات هبطت في السودان استعدادا لإجلاء رعاياها هناك. سنتابع هذا التطور وهذا الموضوع مع السفير سنان المجالي الناطق باسم الخارجية الأردنية. معالي السفير، أهلا بك معنا. 4 طائرات الأردن وضعها في خدمة جاليته في داخل السودان، حدثنا عن المزيد من التفاصيل لو سمحت. نعم سيدتي، خطة الإجلاء الأردنية وصلت الحمد لله لمراحلها النهائية، والحمد لله الطائرات الأردنية وصلت إلى مطار بور سودان وهي الآن على وشك الإقلاع باتجاه الأردن إن شاء الله. عملية الإجلاء أو خطة الإجلاء كانت على عدة مراحل سيدتي اللي قام فيها الأردن، وتكاد تكون من العمليات الكبيرة اللي حدثت في السودان. بلغ عدد الأشخاص اللي تم إجلائهم أو سيتم إجلائهم تقريبا يفوق 300 شخص، من ضمنهم مواطنين من دول صديقة وشقيقة. عملنا جهد في لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين من خلال الخطة التي وضعت بإحكام والتي قد تكون أخذت وقت طويل، ولكنها الحمد لله النتائج كانت إيجابية ووصلوا الجميع بأمن وسلام، وإن شاء الله برجع الأردن بسلام. أستاذ مجالي، نتحدث عن 4 طائرات وهذه أي خطة الإجلاء ستتم على مرحلة واحدة أم هذه خطة تعتمد مراحل عديدة أو مرحلتين مثلا كما فعلت بعض الدول الأخرى كفرنسا؟
نعم سيدتي، احنا العدد اللي تقريبا من احنا دعونا المواطنين الاردنيين لمغادره السودان، وتجاوبت الجاليه الاردنيه الموجوده في السودان باعداد باغلبها تقريبا معنا في هذه الخطبه، واود ان اوجه لهم التحيه للانضباط والصبر اللي مارسوه معنا من خلال هذه الخطبه التي كانت تخللت بعض يعني الصعوبات. تعلمين سيدتي الوضع ليس بالسهل، منطقة بور سودان تبتعد عن الخرطوم بأكثر من 1200 كيلومتر، كان هناك صعوبات في للوصول إلى منطقة بور سودان. حدثنا أكثر عن هذه الصعوبات أستاذ مجالي، لو نتحدث أكثر عن هذه التفاصيل، من أمن نقلهم من الخرطوم إلى مطار بور سودان؟ نعم سيدتي، نحن كوزارة خارجية أردنية قمنا بتأمين انتقالهم من بور سودان من الخرطوم إلى بور سودان بالكامل، ولكن تم هناك تنسيق مع العديد من الدول، وفي مقدمة ذلك الإخوة في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الصديقة، ممن كان العمل من خلال التنسيق لبحث أفضل السبل والتعاون في تبادل المعلومات حول الممرات الآمنة ومراكز ونقاط الاتصال. هذا الأمر كان غاية في الأهمية سيدتي، ساعد في إنجاح هذه الخطة. أفهم أستاذ، بالظروف الأمنية. نعم أستاذ مجالي، أفهم بأنكم تناقشتم وتعاونتم مع الجانبين، مع قوات مع الجيش السوداني وكذلك مع الدعم السريع. سيدتي نحن يعني بالآخر فيما يتعلق في روابط الأخوة التي تربطنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة ومعظم الدول العربية، نتعاون بشكل مطلق في كافة المجالات بما في ذلك يعني موضوع التعاون في تبادل المعلومات ونقاط الاتصال. ومن خلالك ستي نشكر احنا الجهود التي تقدمتها يعني وهذا التنسيق الذي تم في هذا الموضوع، ونشكر. ولكن خليني أفهم منك أستاذ مجالي، اسمح لي فقط أن أفهم من حضرتك، بمعنى أن السلطات الأردنية لم تتواصل مباشرة مع الدعم السريع أو مع الجيش، وإنما تواصلتم مع المملكة العربية السعودية مع الإمارات المتحدة، وهم من مكنوكم من بعض الأخبار وتفاصيل الممرات الآمنة لوصول رعاياكم وجاليتكم إلى مطار بورت سودان، صحيح؟ وضح لي الصورة لو سمحت. سيدتي نحن تواصلنا مع كل من كان له القدرة على إيصال المواطن الأردني بأمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ووصولهم مقدما بالبداية إلى بورت سودان، ونشكر كل من ساعدنا في هذا الموضوع. طيب نتحدث عن جالية أردنية كبيرة في الداخل السوداني، تحدثني عن 300 شخص، نفهم بأن ستكون هناك مراحل أخرى، مراحل ثانية سيد مجالي؟ لا سيدتي، عدد الجالية الأردنية بالسودان ليس بذلك العدد الكبير، ونحن عندما تحدثنا عن 300 شخص نقول أنه هؤلاء يمثلون أغلب المواطنين الأردنيين الموجودين في السودان. هناك عدد متبقي في السودان حسب ما نعلم، ولكنه ليس أكبر من العدد الذي تم إجلاؤه بالمطلق. نعم، أود شكرك على المشاركة وعلى سعة صدرك، والسلامة لكل السلامة لكل الأردنيين الذين خرجوا من السودان باتجاه المملكة الأردنية. أود شكرك من عمان سفير سنا المجالي الناطق باسم الخارجية الأردنية، شكرا لك. موقع السودان المتميز في القارة الأفريقية مشاهدينا جعله عالقا بشبكة مصالح إقليمية ودولية واسعة تلقي بظلالها بشكل مستمر على مشهده السياسي، نفهم أكثر من خلال هذا التقرير. لا هدنة صمدت ولا حسم يلوح بالأفق، نوبات قتال شرعت لها أرض السودان الخصبة للنزاعات مع غياب استعداد للتسوية. شبكة من المصالح والتقاطعات الإقليمية والدولية ألقت بظلالها على مشهد السودان السياسي باستمرار في ظل موقعه الأفريقي المتميز.
ومساعي طي الأزمة السياسية أفرزت تقسيمات في تعامل بعض الدول مع الأزمة. علاقات الخرطوم المتميزة بالروس ليست جديدة، إذ تعد موسكو حليفاً دبلوماسياً وعسكرياً لها. تمكنت من خلالها توسيع حلقات تعاونها الأمني مع السودان، خاصة مع امتلاك الأخير موقعاً مهماً على البحر الأحمر. المصالح وصلت إلى كنز السودان المدفون، الذهب، إذ اتهم الغرب مجموعة فاغنر الروسية بالتورط في أنشطة غير قانونية لتعدين الذهب في السودان. أما بالنسبة للجناح الغربي وواشنطن، فساعدتهم بالتخلص من البشير الذي تتهمه المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع في دارفور لم تملأ تصدعات هذا البلد الهش. كما اتهمت واشنطن بالتلكؤ في دعم الانتقال نحو إجراء انتخابات. أما بالنسبة للصين، يعد السودان حلقة وصل مهمة بين المحيطين العربي والأفريقي، لكنها تبنت نهجا أكثر حذرا تجاه الصراع في السودان، إذ تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين مصالحها الاقتصادية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتذب مشاركة كبيرة من اللاعبين الإقليميين والدوليين، ولكل منهم دوافعه ومصالحه الخاصة. إياد حمود، العربية. متابعة هذه المواضيع وهذه التطورات، خاصة وانعكاس ما يحدث في داخل السوداني على دول الجوار، مع ضيفنا من بنغازي الدكتور فرج زيدان، الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي. دكتور فرج، أهلا بك معنا. ليبيا كذلك هي من الدول المجاورة للسودان، دولة جارة، وبالتالي ما يحدث اليوم، هل هناك قراءة أو مخاوف، خلينا نقول، بأنه قادر أن ينسحب على الحدود الشمالية الغربية باتجاه ليبيا؟ بداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين، وكل عام والجميع بخير. بالتأكيد بأن ما يحصل الآن من صدام مسلح في السودان لديه تداعيات خطيرة على المنطقة، سواء شمال أفريقيا من بينها ليبيا، أيضا منطقة الساحل الأفريقي، بالإضافة إلى ذلك منطقة البحر الأحمر، ولديه تأثير أيضا في الشمال باتجاه أوروبا لعدة أسباب. لأن عندما نتكلم عن مسألة سيناريو الصدام المسلح، هذه المسألة سيكون لديها تداعيات كارثية. طبعا الأوضاع الداخلية في السودان، زيادة الفقر السودانيين في الداخل، أيضا بالإضافة إلى ذلك زيادة مسألة الجرائم المنظمة واستغلال لربما التنظيمات الإرهابية هذه المسائل، ومن ثم ستؤدي إلى مزيد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، هذه نقطة. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المسألة وعدم استقرار السودان ستؤدي إلى عدم قيام الدولة السودانية بالتزامها في محيطها الأفريقي والعربي. فمثلا عندما بما أننا نتكلم عن تداعيات الأزمة السودانية على الشمال الغربي وعلى ليبيا، السودان منخرطة في المسار العسكري الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر لجنة اتصال، باعتبار أن ثمة مرتزقة أو فصائل معارضة سودانية موجودين في الجنوب الليبي. عودة هؤلاء المعارضة للسودان في إطار تتطلب أن يكون السودان مستقر وأن تحدث تسوية سياسية، لأن لابد أن تجري مصالحة، لأن هذه المعارضة أهدافها سياسية بالأساس. لنفهم هذا التفصيل، هذه المجموعات المسلحة الموجودة في الجنوب الليبي تتحدث عن مخاوف أم أن هناك مؤشرات بأن هناك شيء يحذر؟ يعني لا، أنا أعتقد بأن مسألة تحذير التي يعني يتكلم عنها بعض التقارير الإعلامية، وهو نقطة أخرى في النقاش، يعني أعتقد بأنها مسألة غير دقيقة جدا. لماذا نقول هذه المسألة؟ بأنه لا يوجد هناك، يعني تستطيع أن تقول، توافق سياسي مثلا بين بعض فصائل المعارضة السودانية مثلا مع حميدتي على سبيل المثال، إلى ما لازال هناك
تنافس يحدث ما بين هذه الفصائل مع فصيل حميدة، ليسوا على اتفاق كامل في هذه النقطة. أيضا التقارير التي تشير بطريقة أو بأخرى علاقة مثلا الجيش ودعم حميدة، هذه الكلام أعتقد مسألة غير دقيقة بالكامل، لأن هذه المسألة كما قلت لك من خلال يعني نقاشها الموضوعي أو بحثها الموضوعي ستؤثر بشكل كبير جدا على استقرار الجنوب الليبي. الليبيين يحتاجون إلى استقرار بشكل استراتيجي السودان، بحيث تستطيع السودان الآن أن تحتوي فصائل المعارضة وأن تقوم هناك مصالحة لفصائل المعارضة وأن تنسحب من الجنوب، وهذا ما سينجح المسار العسكري. نقطة مهمة. أما أن يزيد السودان اقتتالا سيزيد الوضع في جنوب ليبيا تعقيدا، وهذا مفهوم. ولكن دكتور، الجنوب الليبي من على الحدود أو على مستوى الحدود مع السودان، من يسيطر عليه؟ عمليا الآن هذه المنطقة هي تحت سيطرة القوات المسلحة، لكن الحدود مترامية الأطراف. السيطرة الفعلية العملية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يمتلك الجيش وسائل التكنولوجيا الحديثة، أن تكون أعداده. الجيش الليبي يعتبر جيش صغير الآن، لتمركزاته تمثل مجموعة من نقاط انتشار، خاصة بأن الحدود ليست مع السودان، أيضا مع تشاد، والحدود مع تشاد والنيجر، ومن ثم المسألة لا ترتكز فقط على السودان. تظل رقابة الجيش الليبي وتواجده يعتبر ضعيف إلى حد ما، بالإضافة لذلك أن الجيش الليبي لا يمتلك التكنولوجيا ولا يمتلك التقنية. هذه نقطة. إذا ما أضفنا بالإضافة إلى ملف المرتزقة ملف الهجرة غير الشرعية، وهو صحيح لديه تأثير كبير حتى على الأمن الديمغرافي أستاذة في الجنوب. صحيح. الأمن الديمغرافي في الجنوب الليبي. هل تعلمين الآن التقارير التي تتحدث عن مسألة الآن هجرة الليبيون من الجنوب، وأن هناك تبديل أو تغيير ديمغرافي في هذه النقطة؟ هذه مسألة أيضا ستلقي بظلالها حتى على الجيش وأمن الجيش وحدات الجيش في الجنوب الآن. ومن ثم المسألة خطيرة جدا. إذا المصلحة تقتضي بماذا؟ ولكن دكتور، أن يستقر السودان. المسألة عدم استقرار السودان. حضرتك أكثر عن موضوع الهجرة المنظمة أو الهجرة غير الشرعية. حضرتك تحدثت، أو قبل أن نتابع فقط نشير إلى هذا العاجل، الصحة العالمية تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بالسودان إلى 420، وارتفاع كذلك عدد الإصابات إلى 3700. إذن من خلال هذا العاجل نؤكد على أن الصحة العالمية تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات في السودان إلى 420، وارتفاع عدد الإصابات إلى 3700، وهي أعداد مرجحة لأن تزداد وتزيد، خاصة وأن هناك مناطق تعذر على المنظمات المعنية الوصول لها. أعود لك من جديد دكتور. دكتور، حدثتني عن الهجرة المنظمة وانعكاسها على الأمن الليبي، ولكن حضرتك تعلم بأن هذا الموضوع جد حساس كذلك فيما يخص أوروبا، وكما يقول الأوروبيون أمنهم مهدد بهذه الهجرة الغير شرعية. ونحن نتابع ملفات الهجرة المنطلقة من القرن الإفريقي باتجاه السودان صعودا إلى ليبيا ومتجهين فيما بعد إلى أوروبا. هل تعتقد بأن هذه الأزمة ستؤثر على هذا الملف؟ بالتأكيد بأن تدفقات الهجرة غير الشرعية ستزداد، لأن السودان عندما يعني يفشل في مسألة الضبط يعني وضعه الأمني واستقراره وسيطرته الأمنية على الدولة في الداخل الأمر، فهذا الأمر سيزيد الهجرة، ليس من قبل السودان فقط، هناك دول أخرى أفريقية، دول تعتبر تستطيع أن تصفينها بأنها دول فاشلة، ستستغل هذه النقطة الآن، خاصة بأن السودان الآن لديه اتصال مع دول غير مستقرة. عندما نتحدث عن إثيوبيا، نتحدث عن أفريقيا الوسطى، نتحدث عن إريتريا، منطقة القرن الأفريقي بالكامل، ومن ثم هذه المسألة الآن ستزيد من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية. الآن التقارير حتى تعرض مثلا حتى على قناتي العربية والعربية الحدث عن نزوح كبير جدا من يعني من المواطنين السودانيين، سواء باتجاه النزوح داخلي أو حتى نزوح خارجي، ومن ثم خاصة الآن بأن القتال لربما سيكون مرشحا بعد أن تقوم الجاليات الأجنبية بإجلاء كامل مواطنيها ودبلوماسيها، ومن ثم القتال مرشح للازدياد الآن، ومن ثم كلما ازدادت رقعة هذا القتال كلما ازداد عدد المهاجرين من أكثر من ولاية، ومن ثم سيكون مثلا على سبيل
سبيل المثال التوجه باتجاه الممر الليبي، وهو يعني يعتبر من أكثر الممرات نظرا لأن هذا الممر الآن ضعيف الرقابة بشأنه، والمهاجرين يدركون هذه النقطة. بالإضافة لذلك بأن هناك جالية سودانية كبيرة في ليبيا، ويرغب عدد كبير من المواطنين في السودان من الالتحاق يعني بأقربائهم من الجالية السودانية في ليبيا الآن، خاصة مع تثبيت مبدأ وقف اطلاق النار في ليبيا. المسألة في تقديري يعني مسألة صعبة جدا تأثيرها عندما نتحدث عن الملف الليبي بشكل خاص، يكون تأثير كبير بالإضافة إلى دول الساحل ومصر. يعني لو تسمعني فقط دكتور لو سمحتي، هذا الملف صحيح بأنه معقد، ولكن البعض يقول بأنه طالما الصراع لازال مقتصر أو محدود في مناطق معينة، نتحدث عن الخرطوم على كردفان وكذلك على أمدرمان في بعض المناطق في هاتين المنطقتين الأخيرتين، كيف يمكن العمل؟ وحضرتك باحث سياسي واستراتيجي ليبي، والأكيد بأن لك خبرة كذلك في قراءة هذه التطورات، ما الذي يجب فعله حتى لا تتوسع رقعة هذه الاشتباكات أكثر؟ يعني أنا في تقديري أولا يجب كبح يعني أن تتوقف الدول يعني المتدخلة في الصراع عن تفعيل هذا الصراع، هذه نقطة مهمة جدا، هذا نقطة هذه للأطراف الخارجية. وأنا أعتقد يعني التقارير تعج عن مسألة التدخل والأطراف المتدخلة في هذا الشأن الآن، وأنا في تقديري النقطة التي يجب نصيحة أقولها للسيد يعني عبد الفتاح البرهان نقطة مهمة جدا، لأن أمن السودان يعني بلد جوار ونحن نهتم بأمن هذه البلد. مسألة المصالحة على أطراف الإسلام السياسي والانفتاح عليهم، لسيما عندما نتحدث عن بعض يعني العناصر من عندما نتحدث من الجماعة الإسلامية أو حتى من المؤتمر الوطني، أنا أعتقد بأنه كان يعني نقطة كبيرة جدا. شكرا. يعني فجرت الأوضاع في ليبيا، ومن ثم يجب على قوى الثورة في الداخل السوداني أنا في تقديري أن تتجمع الآن، ويجب على حميدتي والبرهان أن يعلو المصلحة الوطنية في الداخل، لأن مسألة يعني هذه نصيحة إعلائهم للمصالح الخاصة، وبالإضافة إلى ذلك التدخل والإنخراط الشمسي، هذا ليس تدخل، هذه نصيحة فقط أستاذة يعني، ومن ثم هناك هذه نصيحة فقط إجابة على سؤال حضرتكم لمسألة وقف إطلاق النار. نعم دكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر أو مجموعة من المواضيع الأخرى المتعلقة بالتطورات في السودان، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن القوات المسلحة أتمت عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين ولعائلاتهم من السودان، مضيفا أن بريطانيا تسعى بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك، وأنها تحث الأطراف كافة على إلقاء الأسلحة وإيقاف إطلاق النار. وكان قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس على صفحته على تويتر إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين، وأجلت موظفي السفارة البريطانية وعائلاتهم من الخرطوم بسبب التهديدات المتصاعدة، مشيرا إلى مشاركة 1200 جندي بريطاني في العملية، منهم 16 لواء هجوم جوي ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي البريطاني. أكثر تفاصيل ربما وقراءة لهذه التطورات مع زميلنا من لندن مصطفى زاروم مراسل العربية. مصطفى أهلا بك معنا. مصطفى، هل تحدثنا أكثر عن تفاصيل عملية الإجلاء هذه التي قامت بها بريطانيا؟ ما تم الإشارة إليه من خلال التغريدات سواء لرئيس الوزراء أو لوزير الدفاع أو حتى تصريح لوزير الخارجية، نعرف بأن عناصر تقريبا 1200 من أفراد الجيش البريطاني شاركوا في هذه العملية لإجلاء دبلوماسيها من العاصمة الخرطوم. كانت هناك طائرتان عسكريتان يعني من خلالهما تم إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين من السفارة البريطانية في الخرطوم، وهاتين الطائرتين انتقلتا من القاعدة العسكرية البريطانية أكريتوري في قبرص، واتجهت إلى
السودان في 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 مطار هناك ربما يبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مقر السفارة. كانت على الأرجح أن هناك أيضا ربما فريق من القوات الخاصة التي قامت بهذه العملية بسبب التصعيد الكبير في أعمال العنف وتهديدات موظفي السفارة وبعثات دبلوماسية أخرى. فكانت هناك فرصة سانحة بحسب المسؤولين البريطانيين لإجلاء الموظفين وأفراد عائلاتهم إلى أكريتوري في قبرص، وعلى الأرجح يتم نقل هؤلاء الموظفين الدبلوماسيين إلى سفارات أخرى مجاورة في للسودان للقيام بأعمالهم. ربما البعض يتساءل عن العدد الذين تم إجلاؤهم. الخارجية لم تكشف عن العدد، لكن نتوقع أن تكون هناك العشرات. كان هناك بأن لدى بريطانيا ربما 25 موظفا دبلوماسيا في السفارة بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. عشرات مصطفى، فقط لنحاول أن نفهم هذا الموضوع، لأن بن والاس وزير الدفاع البريطاني تحدث عن مشاركة 1200 جندي بريطاني في العملية ومن بينهم 16 لواء. نتحدث عن عشرات مصطفى أو ربما قد يكون العدد أكبر؟ يعني في البداية كانت هناك طائرتان، لا نعلم سعة هاتين الطائرتين، لكن إذا ما نتحدث عن الطائرة العسكرية هيركوليز 130 هي يعني تتسع للعشرات للمسافرين، وبالتالي يعني كانت وزارة الخارجية حريصة وحتى وزير الدفاع حريص على أن لا يكشف عن العدد الحقيقي. ما يقلق المسؤولين حاليا حقيقة وهو البريطانيون العالقون حاليا المدنيون في السودان. كانت هناك مناشدة من بعضهم يقولون بأن الحكومة تخلت عنهم، ولكن الظروف غير مناسبة لهؤلاء بحسب المسؤولين البريطانيين، ويتم التنسيق أيضا مع الحلفاء لإجلاء العالقين من الجنسيات المختلفة خاصة الأوروبية والأمريكية، من لأن هناك تنسيق بين هذه الدول. بالطبع الحكومة يعني مصرة أن تقوم بما يلزم لحماية مواطنيها، لكن في الوقت الحاضر ليست هناك فرصة سانحة لإجلاء هؤلاء، وبالتالي تم مناشدتهم ونصحهم بتسجيل أسمائهم مع يعني وزارة الخارجية بانتظار تعليمات أخرى لاحقا. لكن بالطبع يعني هذه العملية هي كانت عملية كما أشار رئيس الوزراء كانت معقدة وسريعة، وأشاد في نفس الوقت بشجاعة القوات التي نفذت هذه العملية العسكرية الصعبة إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين. مصطفى، تلقوا المساعدة من في الداخل السوداني؟ هل تناولت بعض التصريحات السياسية هكذا تفاصيل؟ في حقيقة ليست هناك تفاصيل يعني متوفرة حتى هذه اللحظة، ولربما هناك تكتم بسبب الإجراءات يعني الجارية هناك حتى هذه اللحظة، لكن نعرف بأن على الأقل الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين هم خارج السودان حاليا. بينما تتعالى أصوات الانتقادات من داخل يعني من داخل السودان من قبل المواطنين البريطانيين، ولكن بالإشارة إلى من ساعدوا بريطانيا، وأيضا كان هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى أيضا كان هناك تنسيق مع الأطراف المتناحرة في السودان، وخاصة بين الجيش يعني السوداني وأيضا قوات الدعم العسكري. لأننا نعلم بأن هذه العملية يعني كانت تقريبا في الواحدة صباحا، وتم نقل هؤلاء، وكان يجب على الفريق الذي كان يعني فريق القوات الخاصة الذي كان يرافق الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين من السفارة إلى المطار، يعني كانوا يجب أن يتجاوزوا بعض النقاط التفتيش للصراع. وتواجد مكان حقيقة مكان السفارة البريطانية هو يعني في وسط المدينة، وكانت هناك يعني إطلاق الرصاص من مختلف الجهات المحيطة
بالسفارة، وبالتالي صحيح. كانت عملية صعبة. هذا ريشي سوناك قال بأنها عملية سريعة ومعقدة خاصة. سنبقى في انتظار المزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات وكيف تمت هذه العملية. أود شكرك جزيل الشكر من لندن مصطفى زارو مراسل العربية، شكرا لك. مشاهدين، اتهامات متبادلة بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو المعروف بحميدتي. فخلال لقائهما غير المباشر عبر العربية اتهم كل طرف الآخر ببدء الحرب وخرق الهدنة والهجوم على منازل السكان وكذلك البعثات الأجنبية. نتابع. البرهان وحميدتي جنرالان جنحا إلى الحرب بعد أن كان السودان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق تاريخي. العربية جمعت البرهان وحميدتي على شاشتها في حوار غير مباشر بينهما في مقابلتين خاصتين. من بدأ الحرب؟ هجوم، احنا كنا موجودين في مغاراتنا وتم الهجوم علينا من قبل هذه المجموعات المتمردة. برهان هو دخلنا في المعمعة دي، احنا بندافع عن نحن الآمن دافع عن نفسنا. من يسيطر على العاصمة وما أبرز أماكن وجود قوات كل طرف؟ كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطار الخرطوم في إشكالية ومطار نيالة في إشكالية. نعم هنالك وجود لمجموعات كثيرة جدا من هذه القوات وسط الأحياء السكنية. احنا بالنسبة للسيطرة بتاعتنا في الخرطوم احنا فقط نادر متبقي لهم المهندسين والراجمات. أين يوجد البرهان وحميدتي؟ أنا موجود في هيئة قيادة القوات المسلحة ولم أبارحها ولن أبارحها، هذه هي مهنتي وهذا شرفي، لن أخرج إلا محمولا على نعش. أنا متواجد داخل الخرطوم. البرهان موجود وين؟ أنا قاعد برا في الشوارع، موجود مع أخواتي في كل فج عميق، أنا موجود في كل التواجد القوات، أنا موجود. من خرق الهدنة؟ أي هدنة أعلنت؟ اصلا ما في هدنه حتى ابتدات، لان قوات الطرف الاخر غير مسيطر عليها وهي منتشره في مناطق مختلفه من الاحياء السكنيه. الهدنه خرقها هو، خرقها 3 مرات مشاهده من المجتمع الدولي، 3 مرات خرق الهدنه، وانا عليك هدنه من طرف واحد رفضها. من اختار الحرب عوض السلام؟ هجوم، احنا كنا موجودين في مغاراتنا وتم الهجوم علينا من قبل هذه المجموعات المتمردة. طبعا نحن نقوم بالدفاع ولا نريد أن نخرج إلى خارج دائرة الدفاع. أنا بتفاوض بدون شروط، مش قاعد مع البرهان واتفق معي عشان بكرة يجي الساعة 10 الساعة 5 صباحا 6 صباحا ضربنا حاضر معسكراتنا. من يستهدف المستشفيات والبعثات الأجنبية؟ مجموعات كبيرة من الدعم السريع أخرجت المواطنين منازلهم ومتوقين في المنازل، أخرجت أخلت المستشفيات واحتلت المستشفيات. أنا ما موجودين في أي مكان، غير موجودين في المدن، موجودين داخل المدن لكن ما موجودين في المستشفيات. كيف ستنتهي المعركة؟ أي جهة تبدأ الحرب بالتأكيد لن تعلم إلى أي مدى ستنتهي هذه الحرب. أنا أقول أن هذه الحرب ليس فيها كاسب. الفايز في المعركة دي خسران، الفايز في المعركة دي خسرانكم، أنا قدامي الانتصارات شايف الانتصارات. أفادت مصادر العربية بإعطاء مصر الضوء الأخضر لبدء عملية الإجراء من السودان، حيث قالت المصادر إن الجيش المصري ينسق مع نظيره السوداني لبدء العمليات. كما أشارت مصادر العربية إلى أن الجيش السوداني سيتولى مرافقة قوافل المصريين حتى المعابر الحدودية، وأن السودان زود مصر بتفاصيل الممرات الآمنة لنقل المصريين لأماكن الإجلاء، وكانت مصر نشرت قوات أمنية على معابرها الحدودية مع السودان لتأمين عمليات الإجلاء. بدأت في السودان أولى عمليات إجلاء الجالية الموريتانية من الخرطوم، ذلك بمساعدة من السعودية، وتم نقل نساء وأطفال من الجالية الموريتانية من ميناء بورت سودان إلى ميناء جدة لترتيب عودتهم لبلادهم. مشاهدينا، ننتقل لهذا المقطع المتداول لهجوم على سجن كوبر بالخرطوم وأنباء عن هروب سجناء. نتابع هذا المقطع ومن ثم نعود لنستكمل بقية هذه الأخبار المتعلقة سواء بالتطورات في السودان وكذلك موجز لآخر الأخبار الدولية.
نكمل مع أخبار السودان. وعلى صعيد الجهود الدولية والإقليمية، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف في السودان، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كشف عن توافق سعودي أوروبي على العمل الجماعي من أجل وقف إطلاق النار في السودان. كذلك مشاهدينا، في أخبار أخرى نتابعها، أخبار متنوعة ونافذة نفتحها على ما يحدث. ولكن قبل ذلك، في الكويت عاد اليوم 25 مواطنا قادمين من مطار جدة الدولي في السعودية، وذلك في إطار الخطة الطارئة التي نفذتها وزارة الخارجية الكويتية لإجلاء المواطنين العالقين جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية في السودان. كذلك وزير الخارجية السعودي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني جهود وقف التصعيد العسكري في السودان، وناقش الوزيران أيضا جهود توفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين وتهدئة التوترات المتصاعدة في العديد من المواقع الحيوية داخل السودان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.